السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التويتة الجميلة ديت حتى الآن شافها 6.5 مليون واحد. الشركة بتقول إنها أنتجت ديفن، ده أول AI software engineer، أول واحد متخصص في هندسة البرمجيات، بيقدر إن هو يعدل الانترفيوهات ويقدر إن هو يعمل شغل كامل من على مثلا مواقع زي فريلانسر وابورك، وياخد الحاجة من أولها لآخرها. يعني ياخد التسكاية اللي حد مثلا عايز يعمل منه حاجة معينة، يبدأ هو يتولاها ويبدأ ان هو من اول حاجة لاخر حاجة، يبدأ ان هو لحد ما يطلع بالتطبيق كاملا. AI software engineer تقول له مثلا انا عايز اعمل حاجة معينة او برمج حاجة معينة، تمام، يبدأ ان هو يكتب لك الاكواد كلها ويبدأ ان هو يحل لك المشكلة كاملة وكل حاجة. زمان كنا بنضطر، زمان دي يعني من شهر شهرين، كنا نقعد نقسم الحاجة لأكتر من مرة بحيث إن احنا إيه نمشي مع خطوة خطوة لحد ما نوصل احنا عايزين. لا، ده خلاص أصبح قوي جدا وأصبح يقدر يتولى المهام من أول لآخرها. طبعا الناس اللي شغالة في الذكاء الاصطناعي مرعوبين دلوقتي، بيتطوروا بشكل رهيب كل يوم. طيب تعال نشوف في الموقع. بيقول لك ان هو فيرست اي اي سوفت وير انجينير، وممكن تخليه يعمل لك الشغل بتاعك، تو هاير ديفين اوف انجينير وورك، انضم بقى للويت ليست بتاعتهم. دي مقابلة معاه. أنا بقى في سؤال، هل في language model يقدر يحل المشاكل الحقيقية اللي موجودة؟ مثلا حد حط مشكلة على الجيت هاب، فهو فعلا بدأ إن هو يساعد. الميزة إن هو موجود على الجيت هاب، فتقدر تحصل على الداتا وتبدأ منها إن شاء الله.